شاء الله كل الدعم وكل المساندة كالعادة وكعادة قناة النادي الأهلي. نحن هنفضل داعمين لهذا المدير الفني، هنفضل واقفين معاه، هنفضل في ظهره. ولكن ما تنسوش أو حضراتكم مهم جدا تبقوا عارفين، في هذا البرنامج ملعب الأهلي كنا دائما ما نساند مستر مارتن لاسارتي، ولكن عندما خسر مستر مارتن لاسارتي من سان داونز وخرجنا من البطولة الأفريقية، أول برنامج هنا في قناة النادي الأهلي انتقد وبشدة مستر مارتن لاسارتي واللاعبين. وبعد كده لما خسرنا من بيراميدز انتقدنا أداء اللاعبين في المباراة الأولى لو تفتكروا، لكن المباراة الثانية احنا كنا أفضل وما زلت مصر، وأضعنا أهداف كتيرة جدا اللي اتغلبنا فيها 1-0، أضعنا فيها أهداف كتيرة جدا وكنا ممكن نكسب. انتقدنا أداء بعض اللاعبين داخل هذا البرنامج، انتقدنا أداء بعض اللاعبين لأنه ما هو مش ممكن هبقى شايف إن في حاجة وحشة ومش هقدر أقولها، هقولها. فدايما إحنا مع حضراتكم هنساند وهندعم وهنفضل واقفين ورا فريقنا، وعمرنا ما هنقول أو دايما هنفضل واقفين ورا فريقنا، وهو ده اللي إحنا عايزينه من جمهور النادي الأهلي. هنقف وهندعم، ولكن دايما في اوقات كده بيبقى دايما اللاعبين او الجهاز الفني محتاج قرصة ودن، بنلاقيها من الجمهور، بنلاقيها من القناه، بنلاقيها من لجنه التخطيط، بنلاقيها من المشرف العام، بتلاقوها موجوده دايما. ولكن الجمهور دايما هو الاساس، او حضراتكم دائما انتوا الاساس في كل شيء. وانا دايما بركز على هذا الموضوع لان دي هي التربيه اللي احنا تربيناها داخل النادي الاهلي.